يلا بينا على بركة الله نبدأ سريعا جدا وناخد أول حاجة معانا مشاهدينا الكرام. التحرير الإخباري: الحكومة تقترض 37.5 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الجاري. ده من التحرير الإخباري. تعالوا بقى نروح ونشوف ماذا كتب جفة محبرتي. كتب وقال: الحكومة تقترض 37.5 مليار جنيه من البنوك، كده فاضل قرض واحد ونقابل الوحش. الحق اطبع شويه يا ريس، او الحق اطبع شويه يا ريس بدل الشحاته دي. هو طبع اصلا مخلص طباعه من زمان. هو انت فاكر يا جفه محبرتي ان السيسي لسه مستنيك عشان تقول له اطبع فلوس؟ السيسي شغال طباعه من اول يوم وصل فيه الحكم، عمال يطبع في فلوس وعمال يزود في القضاه والضباط والمستشارين والناس دي كلها من فلوس الطباعه. حكم الفلوس بقى اللي اتطبع او حجمها عفوا، حجم الفلوس اللي اتطبعت مهول، ونتائجه هتبان قريب جدا جدا. والسلف والدين ده بس عشان تقفيل الاوراق والمستندات، انما الحقيقه ان الطباعه يا معلم شغاله على ودنه. يلا نروح لاشرف نيولوك بيقول: الحكومه تقترض 37.5 مليار جنيه من البنوك. الله، امال فين فلوس قناه السويس الجديده؟ طب فلوس زياده البنزين؟ طب فلوس زياده المترو؟ طب عائدات الاستثمار؟ قال له: تعيش انت يا حاج، كل الكلام كان لاستنزاف الشعب وللضحك على الغلابه، الغلابه المطحونين. اللي بيحصل في البلد خراب مستعجل من الاخر كده، وملوش غير معنى واحد، اننا رايحين في 60 داهيه، بس طبعا في امل اننا نلحقها. هتقول لي ايه يا عم الكلام ده، انت عندك شيزوفرينيا ولا ايه؟ اقول لك والله هو كده، طالما احنا عايشين لازم يكون في امل، هنعمل ايه يعني؟ يلا نروح لانور. ازاي الحكومة تقترض المبلغ ومن يومين الأخبار كلها في مصر بتتكلم عن زيادة الاحتياط النقدي؟ أنا مش فاهم العجلة ماشية ازاي. لا، أنت عشان تفهم العجلة ماشية ازاي لازم تفهم حاجة واحدة بس، إن كل حاجة في مصر ماشية بظهرها. يلا نروح لآخر بص معانا لصابر قطب ونشوفه بيقول إيه. الحكومة تقترض 37.5 مليار جنيه من البنوك الأسبوع الجاري، وهو ده الإصلاح الاقتصادي اللي اليهود عايزينه.